Sí. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشكر الدكتور أيمن على المحاضرة الماضية والمحاضرة ديت. دكتور أيمن يتميز بأن هو جمع بين الدراسة وبين الشغل العملي، فهو درس في الكلية الفنية العسكرية ودرس ماجستير دراسات معمارية جامعة القاهرة ودكتوراه في الهندسة المعمارية جامعة القاهرة وماجستير إدارة مشاريع في جامعة جرينتش، واشتغل في مشاريع حكومية وقاد مجموعة من الفرق في موضوع البناء المستدام، واشتغل فترة طويلة جدا في المشاريع في إدارة التصاميم وإدارة البرامج وتقييم المشاريع والتمويل في العديد من المشاريع، واشتغل في شركات استشارية وإلى جانب العميل وقام بإدارة مشاريع مستدامة. فلذلك الخبرة بتاعته كويسة جدا، وهو مشكورا وافق ان هو يعطينا محاضرتين تعتبر مقدمة لكورس كامل هو بيديه عن العمارة الخضراء. فكورس احنا بنرشحه لكم ان انتوا تتواصلوا مع الدكتور وان شاء الله تشتركوا في الكورس ويكون مفيد لكم وهيفرق معاكم جدا ان شاء الله. وجزاكم الله خير. نقدر نبدأ يا دكتور؟ إن شاء الله. السلام عليكم. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ المحاضرة أو الجزء الثاني من المحاضرة المقدمة، وسريعا عايزين نفتكر اللي احنا اتكلمنا عليه. احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن مفاهيم الاستدامة ومفاهيم البناء الأخضر كبدايات، حطيناها تحت مسمى جرين موفمنت، وشفنا من اول خلق الكره الارضيه، من لما سبحان الله سبحانه وتعالى خلقنا الكره الارضيه والمكونات الرئيسيه اللي فيها، البيئات المختلفه اللي فيها، والانسان لما عمر الكره الارضيه وجوده في البيئات المختلفه كان له عامل مؤثر يجمعه ثلاث حاجات رئيسيه. انه اول حاجه انه كان بيدور في الاحتياجات بتاعته حسب هرم مازلو اللي احنا شفناه في المحاضره اللي فاتت، ان من ضمن الحاجات الرئيسيه الاساسيه الفسيولوجيكال اللي هي المأوى. وعرفنا ان علاقه التطور والتقدم للانسان كانت خدت منحى، يبدا بالتقليد سيميليشن، ثم الديفلوبمنت يطور المساله، ثم مرحله الانوفيشن الابتكار والابداع. وشفنا على مستوى البيئات المختلفة الشيلتر ده تحول من إلى في الثلاث مراحل دول في البيئات المختلفة. واتكلمنا بعد كده على تقادم الحركة العمرانية، وإزاي شفنا لما الثورة الصناعية دخلت في كإطار رئيسي غير حاجات كثيرة جدا في على مستوى البشرية كلها بالكامل. وعرفنا انه كان ليها اثار سلبيه كتيره واثار ايجابيه، ان من ضمن الاثار الايجابيه انها اعلت قيمه الماشين واعلت قيمه الابتكار والاختراع. فظهر معانا في قطاع التشييد مواد جديده ظهرت على اواخر القرن 19 اوائل القرن العشرين، وحددنا اربع حاجات رئيسيه هي اللي اثرت جامد جدا على حركه البناء وحركه التشييد على مستوى العالم كله، اللي هي الستيل وتحويله من مواد او من صناعات بسيطه خفيفه زي الاواني زي السيوف زي الى انها يبقى عنصر انشائي فعال في المنشات المستحدثه في وقتها، اللي هي ما يطلق عليها الكمرات والاي بيمز وما شابه ذلك. وثم المادة التانية كانت مادة الزجاج، وإزاي إنها كانت أيضا كان مستخدم في الأواني وفي
في حاجات الديكور وكده، وبعض فتحات الشبابيك. ثم تم صناعة اللي هي بلين شيت أو المسطحات المستوية بأحجام أو بمساحات كبيرة. كان له أثر كبير جدا في تغيير شكل الواجهة للمنشأ بصفة عامة. الحاجة الثالثة، ظهور المصعد أو الكابينة الرأسية أو الكابينة الطائرة، كانوا يطلق عليها كده، بواسطة واحد اسمه أوتس، واختراعه ده هو أدى إلى تواصل الناس مع الارتفاعات، وظهر ظهرت فكرة إن إحنا يبقى عندنا المبنى أكتر يعدي 3 طواقم وأربع طواقم وهكذا. وكان أول هاي رايز بيلدينج اللي هو شفناه كان في إنجلترا، ثم يتبعه في شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية المبنى الأول اللي هو مبنى التأمينات في أواخر القرن 19، وكان 10 أدوار، وأوتس كان له الدور في إنه يقرب الأدوار العليا لأنها تبقى في الشارع في أقرب وقت ممكن بدل الصعود على السلالم. ثم ظهرت مادة الخرسانة المنتجة من الأسمنت الصناعي، ودي غيرت مفهوم البناء يعني كليا، وخلت الاعتماد عليها هو ده الأساس. وابتدينا نبعد تماما عن المواد اللي بنسميها ايرث ماتيريال، لانها كانت اساسها من منبع الارض، يعني الطينه والطميه والطفله والصخر بانواعه كان بيتبني بيه المنشات القديمه، وفي المناطق الغابات كان بيتبني بالاشجار، في المناطق الصحراويه كان بيتبني او منشاتها كانت بتبقى خيام وهكذا. لما ابتدت تظهر المواد دي هي انتشرت على مستوى العالم المصانع بتاعتها، واصبحت يذلل لها الصعاب سواء كان في النقل او في التخزين او وابتدى يتعمل عليها ابحاث كتيره جدا جدا، وابتدت البشريه تبعد كتير عن المواد الاوليه اللي كانت بتبني بيها، اللي كانت يعني اثارها يعني ما قبل ذلك كان اثارها قوي جدا في بناء الانسان. بعد كده شفنا بدايات ارهاصات حركه ان في بعض المهتمين بالبيئه ازاي كانوا بيتكلموا، بس كانت بصوت مفرط زي ما بيقولوا، يعني اصوات ليست ذات طابع جمعي، إلى أن ظهر كوارث كتيرة جدا جدا، وكان منها مثلا تشيرنوبل، وكان منها ثري آيلاند، وكان منها وصولا إلى حرب 73 وتأثيرها على الاقتصاد العالمي كله لما علي سعر الوقود الأحفوري اللي هو البترول، وده كان له أثر كبير جدا جدا إنه يزيد من اشتعال أو فكرة أو أزمة الطاقة وأزمة تأثيرها على أزمة الحياة كلها بصفة عامة وليس التشييد فقط. وهنا ابتدت دخلنا بقى في المنظمات الحكومية والمنظمات الدولية إنها يقولوا يا جماعة إحنا لازم نناقش المشاكل دي هي. فابتدت الاجتماعات بتاعت اليونايتد نيشن ومجتمعات اليونسكو، تعالوا نشوف حلول للكلام دوت. وابتدت التفاعلات في المؤتمرات من أول سنة 72 مروراً إلى أن وصلنا إلى سنة 2015 لما ظهر الأجندة 2030، ظهرت الـ Sustainable Development Goals أو SDG أو أهداف التنمية المستدامة في 2015، وكانت أحد التوصيات الرئيسية إن إحنا عايزين نحط إطار لإزاي نحمي الكرة الأرضية من الآثار المدمرة ليها، اللي هو أهم حاجة الانبعاثات الكربونيه الكربون ايميشن والانبعاثات الغازيه كلها بصفه عامه، ونحمي نحمي البنيه التحتيه بتاعت الكره الارضيه، الخامات الطبيعيه، الغابات للاجيال القادمه، ازاي ان احنا نحاول نحافظ على ارضنا للاجيال القادمه. واتحطت اجنده تبقى هدف لكل الدول انها تحاول توصل له وتحققه اللي هو 2030.
ومن هنا فهمنا ان التوجه الرئيسي ده توجه يعني عالمي دولي، لم يكن قاصر دوله عن دوله، ده هو على كل الدول اللي وقعت على الوثيقه 395 دوله، انها كانت يجب انها تلتزم بما جاء في هذه المبادره من هذه الوثيقه. مش بس الحراك الحكومي او المجتمع الدولي، كمان ابتدت تظهر المنظمات الدوليه، وابتدى يظهر ما يطلق عليه المعايير الدوليه او المعايير المحليه، كانت الاول محليه زي البريم، زي الليد، زي الكاسبي، زي الستار، كل دول ابتدى يظهر تفاعلاتها مع المجتمع ما يخص قطاع التشييد بصفه عامه او صفه خاصه يعني. وظهرت ان هذه او في معاهد تتبع منظمات دوليه بتحاول انها يعني تنشر هذا الفكر على مستوى العالم، فلقينا ان الليد بينتشر في اكثر من 90 دوله، او حاليا دلوقتي اظن عدى 140 دوله. بنحاول ان احنا نستكشف ان هذه الدول كلها بتحاول انها تمشي ورا المعايير اللي حطتها الليد علشان يطلع المبنى مستدام، مبنى جرين. برضو رجعنا تاني لأن الأفراد ابتدى صوتهم يعلى في هذا المجال، وابتدى إرهاصات الحركة المعمارية أو الحركة الإنشائية أو التشييد تختلف شوية، ولما ابتدت المنظومة بقى يظهر لها ملامح زي ما بنقول، ابتدى يظهر ان في تصنيفين، تصنيف بيهتم بالباسيف ديزاين وتصنيف بيهتم بالاكتيف او باسيف سيستم ديزاين او باسيف ديزاين سيستم، والمقابل اللي هو اكتيف ديزاين سيستم. وفهمنا ان الباسيف والديزاين هما الاثنين اوقات كتير جدا بيبقوا مكملين لبعض. معماريين كتيره جدا او مكاتب كبيره بتهتم بانها يبقى علشان يطلع مبنى مستدام ان هم يشتغلوا على الاثنين مع بعض، الباسيف والاكتيف. النهارده هنتكلم عن اكمله المحاضره، هنبتدي ونقول تعالوا نفهم اكتر ونستوعب اكتر الكورس ده هو، او يعني المحاضره دي هي ايه العناصر الرئيسيه بتاعتها. نبتدي بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الاخلاص في القول والفعل يا رب العالمين. دائما وابدا احب ابتدي المحاضره بتاعتي بكوت او مقوله لاحد الناس المشاهير، وده النهارده هنتكلم بلسان واحد اسمه كاميرون سينكلير. ده بيقول sustainability is viewed as being a matter of survival for your business, I believe you can create massive change. بيقول ان لما تبقى الاستدامه هي الاساس في عملك، هي اللي بتخلي عملك يستمر ويبقى في سرفايفل، اكيد ان انت هتحدث تغيير هائل. إذا المفهوم بنحاول نوصله تاني للناس كلها يا جماعة الخير، الاستدامة هي مسألة حياة، فكر يتبعه تطبيق لكل مناحي الحياة. وإحنا كناس بنهتم بمجال التشييد بنحاول نأطر هذا الفكر على أولا على قناعاتنا، ثانيا على ما مخرجاتنا للناس والبشرية، ثالثا الاثر الدائم والرساله اللي انت بتقدمها للاخرين يجب ان تكون ليها وضوح، يجب ان تكون ليها معنى يقدر يعني يتناقل للاجيال اللي بعد كده، يتناقل لكل البشر باختلاف توجهاتهم باختلاف طبعهم. هو ده الاساس اللي احنا عايزين نعلي بيها لما بنقول هذه المحاضره او نتكلم على كورسات للناس، او نحاول ان الناس تستوعب التغيير الدراماتيكي العالي جدا جدا العنيف اللي بيحصل دلوقتي على مستوى العالم، وازاي ان احنا حتى لا نتاثر بكم الكوارث اللي ممكن تحصل في الفتره اللي جايه، وربنا يحفظ الجميع. انه يجب ان يكون في يعني لازم يكون في بيز تشتغل عليها، لازم يكون في
قاعده اساسيه بتشتغل عليها، تبني عليها، تبني عليها التقدم الفكري والتقدم الانساني لكل محتوى انت بتشتغل عليه. احنا بنشوف دلوقتي الناس، الشركات الكبيره بتاعت الطاقه بتجري وبتسعى انها توجد انظمه كتيره جدا جدا لمصادر بديله عن الوقود الاحفوري، وهم عارفين كويس قوي ان تاثير يعني انخفاض انخفاض الكميه الرئيسيه للوقود الاحفوري اللي موجود في الكره الارضيه هيسبب مشاكل كبيره جدا، فهم بيجروا ان هم يوجدوا بدائل. بنشوف طريقه البناء، بنشوف الناس بتاع الكمبيوتر، بنشوف الناس بتاع الروبوتات، كله بيجري علشان يلحق ويغير وتتغير فيها منظومه الحياه بصفه عامه. نرجع تاني ونقول يعني ايه مباني خضراء، او يعني ايه، يعني هل الاخضر زي ما انتم شايفينه كده في الصور هو عباره عن الوان؟ هل هي المرتبط بكلمه الاخضر ان احنا نلون الواجهات تبقى بالشكل اللي انتم شايفينه في الصور المختلفه دي، ولا نوسع المفهوم اكتر اكتر ونبتدي نحط تصورات مختلفه مفهوم كلمه الاخضر؟ على فكره اللون الاخضر رمز الحياه في كل العقائد وكل المعتقدات وكل المفاهيم، لان هو ده البيز اللي بيطلع منه استمراريه الحياه. اللون الاخضر هو لون النبات اللي بيجي من ورا منه الثمره، اللي بيعيش في الطيور اللي بتاكل منه الحيوانات اللي بتضر لنا اللحوم او بتضر لنا الالبان. البدايه هي النبته اللي بياكلها الحيوان، فكانت لازم يعلى قيمه اللون الاخضر على مستوى كل الالوان حتى يبتدي يتوثق عند الطفل والكبير والصغير ان هي دي الحياه. انت لما بتخلي طفلك يلعب في حديقه وبيتوسخ هدومه، فانت لو كنت دارس وواعي فانت هتحاول تفهمه ان الوساخه ديت ما هياش حاجه سيئه، ده الكلوروفيل عمل بقع البنطلون بتاعك. الكلوروفيل ده احد مكونات النبات اللي هي كانت موجوده في النجيله اذا كان هو بيلعب في النجيله، وما يتبع ذلك من تطور فكره ان احنا ازاي ناخد بقى اللون الاخضر ده، اما حرفيا زي ما هنشوف المباني الايكولوجيكال ديزاين زي الصوره اللي موجوده فوق على اليمين، او ما يستبعه من تطور المنشأ نفسه وتطور حتى اللاندسكيبنج وحتى الاربن ديزاين وعناصر التصميم كلها بصفه عامه. هل هذه الافكار الابداعيه هو ده الجرين؟ لما نحط تصورات مختلفه للمبنى بتاعنا ونقدر نقول والله انا ازاي اعمل معالجات للتهويه، ازاي اعمل معالجات للاضاءه، ازاي اعمل معالجات ل التلوثات اللي هي زي السمج او الفطر، او ازاي اعمل معالجات لكل ده، هو ده الاساس اللي احنا نبني عليه ونقول عليه هو ده المبنى الجرين. هل في يمكن في يوم ما نبتدي نرجع تاني لمفهوم القديم الحديث عن البنى بالطين والبنى بالماده الارض؟ برضو انا يعني اوقات بنسى واقول كلمه البنى بالطين، هي ابعد بكتير جدا من كلمه الطين، لان الطين ده هو يعني واحده من انواع كثيره جدا للتربه. فانا لما اجي اقول والله انا هرجع ليها تاني واعمل جماليات واعمل اشكال زي ما احنا هنشوف كده، اعتقد ان الموضوع ده هو ابعد بكتير جدا جدا من موضوع هل تربه الارض ده هو مرتبط بالفقر والعوز والاحتياج والبيئه السلبيه والبيئه الغير سويه. يعني هل انتم متخيل، هل انت متخيل الصور اللي قصادك كلها بنى بماده تربه الارض ويبدع فيها المصمم حتى تجد هذه الاشكال العجيبه؟ لو عايزين على فكره ان احنا نبقى في مره نتفق نعمل لكم حاضره على البنى بماده الارض بمناسبه الكتاب يعني، وبمناسبه الكلام عن الجرين بيلدينج بصفه عامه. نرجع تاني، هل احنا ما زلنا بنحاول نفهم المباني الخضراء انها تبقى مرتبطه باللون الاخضر؟ الصوره دي هي التاني بتاكد مفهوم الايكولوجيكال اركتكتشر،
لكن هو احد عناصر الجرين بيلدينج. فاحنا بنقول في التعريف بتاعنا ان ابروتش تو بيلد تو بيلدينج ذات مينيمايزز ذا هارمفول افكت اوف كونستراكشن بروجكتس اون هيومن هيلث اند انفايرمنت. هو ده الاساس اللي احنا هنبني بيه فكرنا كله. احنا عايزين نقلل من المضار اللي بتيجي على المستخدم اثناء من اول ما بنحط اول خط ثم اثناء مراحل الكونستراكشن لاي مشروع. وكمان بنحاول نحن نحافظ على بيئة المكان ونحافظ على بيئة صحة المحيط اللي حوالين المبنى. فلا يغفل أبداً أبداً في دماغنا مين إحنا. إحنا كمصممين، إحنا كمشغلين، إحنا كمالكين، إحنا كمطورين، إن البيئة بتاعتنا هي دي اللي بتحقق لنا استدامة. والمنشأ يجب أن يكون تفاعلاته مع الإنسان ومع البيئة تفاعلات إيجابية تؤدي إلى أن المنشأ ده هو لا يكون ضار للإنسان ولا يكون ضار للبيئة. ده جرين أركيتكت اللي هو المعماري بقى اللي هيشتغل المفهوم ده هو أور ديزاينر attempt to safeguard air, water and earth by choosing eco-friendly building materials and construction practices. الراجل اللي هيشتغل بهذا المفهوم لازم يكون عنده تخيل وسعة أفق عالية جدا جدا إزاي يحقق العنصرين الرئيسيين اللي هو يحافظ على صحة الإنسان المستخدم وغير المستخدم اللي هو بيمر حتى جنب المبنى، وصحة وجمال ونظافة البيئة واستمراريتها وديمومتها إنها تبقى بتدي قيمة قوية جداً جداً للمبنى والمنشأ. فلازم هذا الشخص أو هذا المصمم إن يكون عنده قدرة عالية جداً جداً إنه يحافظ على الهواء والماء وكل مكونات الكرة، المكونات التربة والأرض والمحيط بتاع المبنى وعناصر المبنى كلها. تعريف تاني قالوا لنا برضو الـ AIA اللي هو معهد العمارة الأمريكية أو المعماريين الأمريكيين، يعني بيقول What is green building design challenges designers to go beyond the codes to improve overall building performance and minimize life cycle environmental impact and cost. ده برضو احد التصورات، ان لو انت هتشتغل وهتبتدي تعلي قيمه المبنى انت عندك اساس رئيسي اساسين رئيسيين لازم تشتغل عليهم، انك تؤكد على كفاءه المبنى وكمان تقلل من التاثيرات الضاره اللي بتيجي على البيئه واللايف سايكل انفايرمنتال امباكت وبرضو التكلفه. ده كله مفاهيم هنفهمها لما نتكلم على الأدفانسد اللي احنا بنشوفه أو اللي احنا هنتعلمه من المباني الخضر. طيب عايزين تاني نرجع تاني نفهم يعني ايه جرين أركتكشر. يبقى لازم نتكلم شوية عن الأدفانتج وبعد كده نتكلم عليه. الأدفانتجز اللي احنا هنشوفها أو اللي احنا هنحاول نحن نستوعبها في هذا الكورس، أول حاجة إن بيرفورم passive design system. الأداء بتاع التصميم لأنظمة الأنظمة السلبية لازم تبقى تعلى معايا، لازم تعلى بطريقة احنا كده احنا انا اسف بنتكلم كده على الاليمنتس العناصر الرئيسية للمباني الخضراء. اتكلمنا عن السلايد ده امبارح لكن بس انا بحطه علشان نبتدي نمسك واحدة واحدة ونتكلم كده بسيط برضو عنها. إن شاء الله في الكورس هيبقى توسع أكتر، لكل عنصر من دول هيبقى ليها محاضرة أو محاضرتين، فأنا فاهم كويس قوي إن إحنا مش هنقدر نتوسع في هذه المحاضرة في الشرح دي. لكن بنقول إن الإليمنت الرئيسية بتاعت أي جرين بيلدينج هي Perform Passive Design System, Ecological Element Surrounding Building, Green Building Material, Enhanced Building Indoor Environmental Quality, Increasing Water Efficiency, Achieving Natural Lighting, Renewable energy elements, waste management, and 3R, recycle, reduce, reuse, building automation system, achieving green transportation and infrastructure. لو مسكناهم واحدة واحدة
في اول حاجه اللي هي بيرفورم باسيف ديزاين. البيرفورم باسيف ديزاين بيهتم او احنا بنبتديها بخلال زي ما انتم شايفين كده خلال 8 ستيب، هنقدر نقول عليهم ستيبس. اول ستيب ان احنا بندور على الجيوغرافيكال دايركشن بتاع المبنى هيبقى عامل ازاي، لازم ندور على افضل حاجه ليه. يعني ايه الجيوغرافيكال دايركشن؟ احنا عارفين ان كل موقع على الكره الارضيه بيتعرض لساعات شمس وساعات ظل او ساعات ليل، وحركه الشمس دي من الحركات المؤثره جامد جدا على الحياه بصفه عامه، سواء كانت حياه ديهيه منشات او شجر او بحار او مياه او حيوانات وهكذا، او كره ارضيه نفسها كمان. فازاي ان انت لما هتطلع بكتله مبنى انت عايز تعلي من قيمه الاستفاده والاداء، يبقى انت بتدور على جيوغرافيكال دايركشن جيد وتحاول تحطه كاحسن وضع لكتله المبنى بتاعك. النقطة الثانية total form of floor planning، بنعلى بقى شوية خلاص عايزين نشوف المبنى بتاعنا عامل ازاي. من اول ال 2D بتاع المبنى، ازاي ان انت بتختار الشكل بتاعه والفويد اللي فيه، اذا كان هتعمل full void او اذا كنت هتعمله مصمت، طب ايه درجة المصمت اللي فيه، ازاي هتحقق الابعاد الحرارية او التأثيرات الحرارية او الاحمال الحرارية اللي هتيجي عليه. بنشوف علاقة الكتلة مع بعضيها اللي هي floor plans and its area، وازاي انها بتتوجد مع بعض هتبقى عاملة ازاي، الكتلة الواحدة هتبقى عاملة ازاي لما يبقوا كتلتين او ثلاثة او اربعة جنب بعض او جزء من عدد من الكتل، علاقة الكتل دي مع بعضها وتأثيرات الاوتدور بتاعها او الفساد او الواجهات الخارجية هيبقى عاملة ازاي على المبنى كله بصفة عامة وعلى الفراغ اللي بعد هذا. عينينا بقى شوية من الـ 2D نخش في الـ 3D وتأثير الـ 3D وبرضو تأثيرات الثيرمال هيت اللي بيجي على الكتلة اللي هي 3D هيبقى عامل ازاي، وعلاقة اليونت الواحدة لو كانت منفصلة او لو كانت في وسط مجموعة. الستيب اللي بعد كده الارتفاعات بتاعت المبنى او الارتفاعات بتاعت كل دور هتبقى تاثيراتها عامله ازاي، وايه هي انجح الارتفاعات اللي احنا بنشتغل عليها، وايه هي النتائج الايجابيه اللي لما احطها يحقق لي الارتفاع ده هو الراحه النفسيه، يحقق لي الثيرمال هيت الممتاز. نخش جوه مفهوم كلمه الكمفورت زون ازاي، ولان اي كتله مبنى ليها القشره الخارجيه اللي بنسميها الفساد او بنسميها الاليفيشنز، ازاي نعمل معالجات للكتله دي او الفساد ده هو. فبنحاول اول حاجه قبل ما نقول المعالجات، وطبعا معالجات كتيره، ان هنشوف البوزيشن بتاعه هو وضعه ايه، شمالي ولا جنوبي ولا شرقي ولا غربي، وكل واحدة من دول هل يبقى ليها معالجة مختلفة عن الثانية ولا هيبقى في معالجة موحدة، وهل ده له تأثير سلبي ولا إيجابي، وإيه هي أنواع المعالجات. وعلى الفساد ده هو في فتحات اللي هي الشبابيك أو البلكونات أو التراسات، كل المسميات ده هي بتأثر على الفراغ الداخلي، فأنا بعلي من قيمة المعالجات ده الفراغ الداخلي هتبقى عاملة إزاي. المحطه اللي بعد كده او الستيب اللي بعد كده تخانات الحوائط وتخانات او نوعيات الماتيريال اللي هستخدمها وبيها تعاملاتها، كل التخانات ديت مع العناصر الحراريه المختلفه المسبب الرئيسي مثلا الانبعاثات او اسف الاشعاعات الشمسيه وما يتبعها من عناصر المناخ كله بالكامل، الرياح والرطوبة وحتى الأمطار وحتى كل العناصر دي، هي إيه تأثيرها لما أجي أعمل التصميم بتاعي بتخانة ضعيفة ولا قوية، فيها عزل ولا انتهاش، كل ده كله ستيب لازم أخد بالي فيه. بعد كده بيخش معايا باسيف سولار سيستمز. لو أنا هبتدي أتعامل مع تطور الفكر الموضوع الباسيف ديزاين، انه في على مر العصور ظهرت بعض المعالجات اللي ابتدت يحصل منها ثبات لدرجه الحراره مقاربه لدرجه حراره الانسان ولا تتاثر بدرجه حراره الخارج،
يعني لما بنشوف بعض المناطق لما تكون المناطق دي درجة حرارة تحت الصفر أو ما هو أقرب، إزاي إن أنا أقدر أخلي البيئة الداخلية لا تتأثر بالبيئة الخارجية كتير، أو العكس لو كان درجة حرارة أكتر من 45 أو كده هوت، وإزاي إن أنا بقدر أقدر أعمل معالجات ليه. أنا بقى كتلة المبنى ده هو لازم أفهم السراوندينج اللي حوالين منه، هل هو في منطقة صحراوية ولا في منطقة ساحلية ولا على مجرى مائي جنب منه، ولا هو جوه نسيج مدينة لا يمت للاثنين دول بصلة في منطقة يعني حضرية، وبالتالي هل العناصر اللي حوالين منه بتؤثر عليه ولا لا؟ واحنا بنتكلم ان العناصر كتيره جدا، من اول انواع الشجر وانواع النباتات بصفه عامه، بلاش كلمه الشجر عشان تبقى العمليه اعم واشمل، نقول انواع النباتات من اول النجيله وصولا للشجيرات ثم الشجر بانواعه وبالارتفاعات المختلفه بتاعته، هل له تاثير على كتله المبنى ولا لا؟ وهل الظل اللي بيجي منها هل ده له تاثير؟ والنجيله دي هي طب ايه الفايده الكبيره اللي فيها؟ وهل لو انا حطيت بدل النجيله اسفلت او حطيت انترلوك الارصفه، هل ده هو له تاثير ضار ولا لا؟ ايه العلاقات ما بين العناصر ديت وكتله المبنى؟ هل لو انا عملت مصدر مائي داخل او خارج المبنى هيبقى برضه له تاثير على الراحه الحراريه؟ احنا كل ده دايما وابدا عايزين نعلى بقيمتين رئيسيتين تاني، نعلى قيمة المبنى نفسه وانه يحافظ على نفسه اطول فترة ممكنة ويعمل هيلينج لنفسه لانه ما بيتأثرش بالمضار اللي حوالين منه. تاني حاجة وهو الأهم برضو، ان انا اعلي من قيمة صحة الإنسان وصحة المستخدم والصحة، مش بس الصحة البدنية او كمان انا بتكلم الفسيولوجيكال، لكن انا بتكلم كمان على السيكولوجيكال، الصحة النفسية للإنسان، في حتة ان يعلى عندي قيمه الصحه النفسيه دي مهمه جدا جدا. يعني احد الدراسات القويه اللي طالعه من اعتقد من هولندا بيتكلموا على ان وجود الاشجار جنب المباني ده بيبقى يعني يستدعي وجود انواع كثيره جدا من الطيور، اللي بيها هذه الطيور في ساعات الصبح الاولانيه الى ان يعني من اول ساعات الصبح الى ان يغيب الشمس وتبتدي تخلد للنوم والراحة، فهي في يعني صوت موسيقي جميل جدا الله سبحانه وتعالى حبى كل طائر من الطيور بنغمات معينة بأصوات معينة مختلفة. هذه الأصوات تأثيرها إيجابي عالي جدا 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 على كل مستمع، على كل قريب لهذه الكائنات اللطيفة الجميلة، المخلوقات الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى حط فيها الابداع الصوتي ده هو. فتخيل ان انت من الحاجات اللي بتدخلك جوه الكمفورت زون الساوند سيستم، لما انا احط جنب مني صوت خرير ميه ده يبقى تاثيره عامل ايه عليا؟ طبعا انا بتكلم على ان احد التصميمات القويه جدا جدا لاحد الشركات الكبيره، يعني مش عشان ما نعملش لها دعايه، عملت التصميمات الداخلية ليها ازاي انها تعمل سيميوليشن لجو بحر مثلا، فيدي لك صوت الدوشة بتاعت الموج، ويدي لك ريحة اليود بتاعت البحر الأودر، ويدي لك مناظر بتتعرض قصادك على الحيطان او على الازاز علشان يعيشك جوه ان انت قاعد على البيتش، فانت قاعد بقى وانت مستمتع بالمنظر ومستمتع بالريحه ومستمتع بالصوت. ابتدي ابدع، ابتدي طلع لي الانتاجيه بتاعتك تزيد ازاي. دي هي من اهم مبادئ ومهم مفاهيم الجرين بيلدينج. مش احنا كنا بنتكلم وبنقول ان احنا عايزين نعلي قيمه الانتاجيه بتاعه المستخدمين؟ طيب ما دي عناصر رئيسيه جدا كبيره جدا جدا تعلى بيها الانتاجيه. المفهوم اللي بعد كده الماتيريال نفسها. احنا بنتكلم على ان معظم استخداماتنا للماتيريال دلوقتي هي استخدامات بتبقى ليها علاقة بالمواد الكيماوية، لان معظم الماتيريال بقت بتطلع من البوليمرات والتطور في صناعة الوقود
والصناعات البلاستيكيه والبوليمرات ادت الى بوم كبير جدا من التنوع العالي في المواد على مستوى التشطيبات، على مستوى البناء، على مستوى الهياكل الخرسانيه وهكذا، والمعالجات وخلافه. لما نيجي نتكلم بقى احنا عايزين نحط منتجات جوه المبنى، مكونه المبنى نفسه، سواء كانت بيبقى مباني او منتجات او مواد انشائيه او مواد تشطيب، فاهم حاجه في هذه المواد انها تكون زيرو كربون ايميشن او تقرب من الزيرو كربون ايميشن او تحقق اهداف الاستدامه الرئيسيه. فلقينا ان احنا بنرجع تاني للارث ماتيريال، بنرجع تاني للطفله والرمله والطينه ونخليها هي دي العنصر الرئيسي للبنى. برضو تاني الصوره اللي انتم شايفينها دي، هي ده مبنى كله بالكامل مبني بالطين، ودي ادي ماده الطين اللي جنب منه او الحجر زي اللي في الصوره اللي بعد منها. وابتدينا لما نفهم مفهوم كلمه النانو تكنولوجي، واحنا دلوقتي في عصر اللي هو النانو ابلكيشنز، فلقينا ان حاجات كتيره، مواصفات كتيره لمواد اتغيرت، وابتدت يبقى ليها دلالات كبيره جدا جدا على التصنيع. اخر حاجه دلوقتي بنتكلم على الخشب الشفاف مثلا، بنتكلم على المواد التشطيبات اللي هي لا تتاثر باي نوع من الاتربه او الوسخات او الزيوت او فدي هي لا تحتاج الى نظافه. وابتدينا نخش على مفهوم السمارت ماتيريال كمان، وازاي ان الماتيريال بتبقى ليها تاثير كبير جدا انها تعالج نفسها بنفسها، ولو عايزه اي معالجه مش بس الماتيريال، مكونات المنشا نفسه. يعني دلوقتي بقينا نلاقي ان في بعض المكونات او العناصر اللي بتبني بيها الكباري في اليابان بتبقى ليها القدره انها تعالج نفسها بنفسها. اذا ده كله ارتباط بالتكنولوجي بقى بصفه عامه، فاحنا بنسميها الاصل نانو ماتيريال، لكن هي كلها ليها ارتباط بالتكنولوجي انها قدرت انها تغير مواصفات والمكونات الرئيسيه للماده. برضه زاد التكنولوجي معانا كتير قوي، فلقينا مش عايزين نعمل علم او اداره المخلفات الويست مانجمنت دهوت، دخلنا في منعطفات كبيره جدا 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 اللي بيها ابتدينا ناخد بالنا ان حتى كمان المخلفات اللي هتطلع من بعض النباتات تصلح انها تتحول الى ماده تانية. فابتدينا نستخدم هذا الفكر في انه نطوره ونعمل منه مواد بناء، مواد تشطيبات، فاتسمت بالبايو بيزد ماتيريال. ده كله اساسه ايه؟ اساسه النباتات، واساسه الشعب المرجانيه، واساسه مكونات البحار، النباتات اللي في البحار، حاجات كتيره جدا جدا ابتدينا ناخد منها ونعدلها ونعمل عليها مختبراتنا علشان يطلع منها بايوماس ماتيريال، بايو بيزد ماتيريال. برضو تاني رجعنا للويست مانجمنت، وازاي ان احنا نقدر نعلي من قيمه اي ماده خرجت في الويست، انها نرجع نستخدمها او نعيد توزيعها تاني او نعيد او نقللها ازاي. التريبل ار طبعا في كوارتر ار، لكن خلينا نشتغل دلوقتي على التريبل اللي هو الريوز ريديوس ريسايكل. فانا اقدر استعملهم واطلع منها. الصوره اللي انتم شايفينها في على الاقصى اليمين اسفل السهم اللي بيشاور عليها دي بلوكه اتعملت بايه؟ اتعملت بمخلفات اوراق من الورق، بلوكه معموله من الورق وهكذا. اذا احنا بنقدر نتعامل مع هذه المواد باشكال وصور ثانيه مختلفه، هو ده القوه بتاعت الموضوع. بعد كده لازم يعلى قيمه الاندور انفايرمنتال كواليتي علشان نحقق الهيومن كومفورت زون. الاي اي كيو له اربع عناصر رئيسيه. اول عنصر الفابريك، الجسم بتاع المنشا نفسه، سواء كان الواجهات الانفلوب بتاعه او الاستراكشر العناصر الانشائيه بتاعته او الارضيات والقواطع الداخليه. ايه هي المعالجات اللي انا بحطها علشان يعلى معاه اليوم كومفورت زون
واقدر اعلي قيمه الاندور او الاي اي، خلينا نختصرها الاي اي كيو. طيب هل المبنى ده بس عباره عن حوائط وبارتيشنز وارضيات، ولا في مواد بتخش كمان معاه؟ اه في عندنا كونتنتس بتاعت اي اكويبمنت هتبقى جوه المبنى، اي ماتيريال، اي فرنشنج، اي ابيليانس، اجهزه في المطبخ، في اجهزه الثلاجه والغساله والميكرويف كل الاجهزه دي هي، والتلفزيون، وفي المكتب في التليفون وفي برينتر وفي كان زمان في الفاكس، وكل دول الابيليانس دي كلها، وقطعت الورق او فرمت الورق، كل ده هل انا اقدر اتعامل معاه علشان تحقق لي تعليلي من الاي اي كيو؟ طب كمان الموضوع بتاع الاوبريشن بتاع البيلدينج، خد بالك الاستدامه لا تقف عند حد التصميم ولا حد التنفيذ ولا حد التشغيل، ولكن ما بعد التشغيل كمان، كل ده هو الجرين بيلدينج. فانا عندي في الاوبريشن ايه اللي بيشتغل في المبنى؟ الفنتيليشن والبرفورمانس بتاعها والبرفورمانس ستاندرد، الفنتيليشن سيستمز، الهاوس كيبنج والكليننج، والاكويبمنت مينتنانس، حتى الوسائل اللي انا بعمل بيها الصيانه. هل المبنى فيه انظمه معقده، ميكانيكيه معقده زي غليات او محطات توليد او ستورج لبطاريات او خزانات ميه محتاجه انها تتحط في مكان معين؟ هل انظمه التهويه الثقيله سواء كانت السنترال المركزيه او السبليت او تشيلرز او كده، كل دي هي بنسميها عناصر تشغيل اوبريشن. هل ده الحاجات دي كلها بتاثر على الاي كيو؟ طبعا بتاثر بطريقه مباشره جدا جدا جدا. حتى الهاوس كيبنج والكليننج كمان في عندنا اشكاليه كبيره جدا جدا، ان الهاوس كيبنج موضوع التشغيل ده مش المفروض ان الدست ده هو يبقى منتشر في الجو ويفضل عالق في الجو اطول فتره ممكنه. ازاي ان انا اخلي، اولا قبل ما ابتدي واقول انا يعني هعالج موضوع الدست ده، ان انا ازاي ما اخليش المبنى نفسه يحتوي على دست، مش بس دست، توكسيك سماجز، ايه تاني، ايه المواد الضاره تاني. احنا بنحاول يعني القرارات بتاعت النيشنز لما تقول والله الناس المدخنين ما يتواجدوش في المكان الفلاني ويتواجدوا في المكان الفلاني، او يكونوا في الاوت دور ما يكونوش في الاندور خالص في بعض الاماكن، ومش بس الاماكن كمان وسائل المواصلات وهو الكلام ده كله. ما هو ليه؟ لان للاسف الشديد المدخن ده هو بيطلع ايه؟ الاكزوست بتاعه عباره عن ايه؟ مواد توكسيك، مواد سميه كلها. طيب انا هسيب المبنى في الاوبريشن بس وما وعالجه واجي واجي على المينتنس كمان ما اجيش جنبه؟ لا، ده كمان المينتنس مهم جدا. المينتنس اللي انا بعمله في المبنى، انا بتكلم على الكليننج، بتكلم على السيرفيسنج، الريكتيفيكيشن، الريبيرنج، كل ده هو ازاي ان هو يعلي معايا. لان خد بالك احنا لما بنتكلم على المينتنس احنا بنتكلم على برضه راحه الانسان، سواء كان النويزنج، سواء كانت المكنه لما بتعمل لها صيانه وهي بتاعت شلرات تهويه بتاع، طب الناس اللي فوق دي ايه درجه حراره 47 50 هنعملوا ايه؟ وهكذا. الووتر افشنسي، مفهوم الميه اوسع بكتير جدا زي ما قلت امبارح عن مفهوم ان انا اشرب ميه وبس، او ان انا استخدم ميه في الطبيخ او في الاكل او كده. لازم يعلى معايا كمان ان في حاجه اسمها الجري ووتر، في حاجه اسمها البلاك ووتر، في حاجه اسمها الهارفستنج ووتر. لو مسكناهم واحده واحده، الجري ووتر اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما انتم شايفين في الصوره اللي تحت ديت اللي هي على الشمال، كل الميه اللي خارجه من الشاور، اللي خارجه من الاحواض، اللي خارجه من غسيل الغساله، ده كله اسمه جري ووتر. هل اقدر اعمل ليها معالجه بسيطه واقدر استخدمها بعد كده؟ اه ممكن تتعمل لها معالجات ومعالجات بسيطه على مستوى البيت الصغير او مستوى البيت الكبير. اقدر اعمل المعالجه دي هي بتحس انها تكلفتها تقل؟ اه دلوقتي بقت في تقنيات كتيره جدا بتقلل من تكلفه المعالجه بتاعت الجري ووتر. لكن انا بقى كحاجه نفسيه، هل عندي استعداد ان انا اتقبل ان انا اشرب الميه بتاعتها؟
لان ثبت ان في بعض التقنيات بتوصل ان نقاوه الميه اللي بتطلع من الجري ووتر بتبقى انقى بكتير جدا جدا من الميه المعدنيه حتى. تخيل. لكن انا عندي قناعه ان اشربها، عندي قناعه ان انا احطها في الطبيخ بتاعي، ولا هكتفي بانها تشتغل معايا في الزراعه، تشتغل معايا في الشلرات، تبريد الاجهزه والمكن، تشتغل معايا حتى ان احطها كفلاشنج للتويليت. طبعا البلاك ووتر هي كل ما يطلع بقى ليها معاها مواد صلبه حمأة وهكذا، يعني تويليتس بنستخدم كده بعض انواع الاحواض المطابخ لان بيطلع معاها مواد صلبه، فاي ما اي سائل معاه مواد صلبه ده بلاك ووتر هيحتاج ان هو المعالجه بتاعته تبقى تقيله شويه، مكلفه شويه، ومش بسهوله انها تتعمل على مستوى بيت، لكن ممكن تتعمل على مستوى كومباوند، تتعمل على مستوى كبير. الهاربستنج للووتر للاسف الشديد، يعني احنا ما احناش دوله اوروبيه المطر بتنزل علينا كل يوم، لكن للاسف بقينا دلوقتي دخلنا في عصر ان المطر لما بتشد قوي بنعاني منه، احنا كمجتمعات بنعاني منه ازاي ان احنا نقدر نشوف. فانا لما عشان اعلي بقى للاربع حاجات ديت ازاي ان انا اعلي الكفاءه بتاعتهم، فانا لازم اشوف الامبروفنج ووتر use efficiency الاستخدام بتاعنا، كفاءة الاستخدام بتاعنا، use alternative sources of water لازم يكون في بدائل لوجود المية. يعني احنا دلوقتي الاعلام دايما بيوجهنا لان في ازمة للمية، في ازمة هتحصل قدام، في ازمة مشكلة المية النيل عليها ازمة، وابتدت الدولة تاخد مناحي كبيرة جدا جدا ان هي المعالجات اللي بتعملها، وابتدى دلوقتي في تعقيدات كمان على تحلية مياه البحر، وابتدى يبقى في تصور كبير جدا ان احنا داخلين على منعطفات ما كناش متعودين عليها من مئات السنين. طيب هنعمل ايه؟ لازم ندور على مصادر ثانيه للميه. بريفنت اند بير ليكس، مش عايزين نخلي موضوع الليكس اللي هو ياثر على الميزانيات بتاعتنا وياثر على المنشا نفسه كمان. اي تسريب للميه في اي ماسوره هو بيتقلل من عمر الدم. طيب ما ده كله في المينتنس زي ما كنا بنتكلم. ولما بنكون بنشوف ان هي ليها تاثيرات ضاره بتبقى ليها تاثيرات ضاره، وممكن تتاثر بالاي كيو كمان اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه من شويه. الاريجيشن، الري بتاع الاريجيشن ونعمل لها جدول عامل ازاي، وازاي ان هو يبقى مش مؤثر بالسلب على المبنى. اندرستاند، لان خد بالك احنا بنتكلم على الايكولوجيكال بيلدينج كمان. طب فيها اريجيشن، السيستم اللي هشتغله في الاريجيشن في على 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 طول الواجهه كلها. اندرستاند سويل ستراكشر اند مانج moisture conditions. التربه اللي حوالين المبنى لازم تكون تربه لها معالجه معينه، ولازم يكون التاثير بتاعها ما يبقاش تاثير جار، ولازم يبقى لان التربه لو ما كانتش مختاره بطريقه جيده هيبقى حاجه من اثنين، اما هيتولد فيها نوعيات معينه من الحيوانات زي الحشرات او كده هو، وبالتالي هيبقى لها تاثير سلبي كبير جدا على المبنى، او انها بتبقى بتحتفظ بكميه من الرطوبه العاليه جدا جدا اللي لما بتيجي الضخام بتضخها على المبنى بتبقى تاثير بسيط. مينيمايز لاند ديجريديشن، ازاي ان احنا يعني لما بنيجي ننشئ المبنى ما نكونش سبب من اسباب تدهور التربه والارض اللي حوالينا. مانج البيستيسيدز اللي على الريسبونسبل واي، ده تاني المناطق الزراعيه اللي حوالين المبنى يبقى ليها مبيدات حشريه بتستخدمها، المبيدات الحشريه اللي بتستخدم جوه كمان المبنى علشان نطرد بيها الحشرات او كده هو، ده بنحاول ان احنا نشوف الافضل والاحسن منها، بديل البدائل ليها عشان ما نتاثرش الاي كيو بتاعي. افويد ووتر بولوشن، يعني التلوث المائي ده هو للاسف الشديد بنغفل فيه عنه كتير جدا جدا، خاصه لما يكون في عندنا بيوت اللي فيها خزانات الميه. الخزانات مع الوقت اذا كانت مصنوعه من الصاج او مصنوعه من المواد يعني ما بتعالجش الفطريات او ما بتعالجش، فبعد كده وركنه الميه جوه الخزانات بيبقى لها تاثيرات ضاره كبيره جدا، احنا بعد كده بنضطر بنستخدم الميه ديت وهي ميه ملوثه. Use alternative washing and cleaning processes
طبعا ان البروسيس بتاعت الغسيل والنظافه، سواء كانت غسيل السيارات او غسيل المبنى نفسه او كل ده استهلاك الميه، او حتى المغاسل العاديه، اصبح دلوقتي في مغاسل بتتعامل مع الحجم الصغير، بتاخد كميه كبيره من الغسيل وبتاخد كميه قليله من الميه. كل التكنولوجيات الحديثه دلوقتي انها تقلل من استهلاك الميه في المغاسل. يبقى ده هو من الحاجات الاساسيه. استابليش اووتر مانجمنت بلان، وده مهم جدا جدا لما نيجي نتكلم على مشروع، سواء كان بيت صغير او كومباوند او حتى مدينه، احنا لازم يتعمل ووتر مانجمنت بلان. الناتشرال لايتنج برضو له مناحي كتيره هنتكلم عليهم سريعا. دي لايتنج اوبتمايزنج بيلدينج فوت برنت، لازم زي ما اتكلمنا في الاول على الباسيف ديزاين، لازم نفهم كويس قوي ان حركه الشمس دي هي من العوامل المؤثره كبيره جدا مع الاوبنز ومع الفساد مع الانفلوب بتاع المبنى، ازاي ان الكلام ده كله له تاثير ايجابي ولا سلبي. لما نيجي نحط الشبابيك بتاعتنا، نسبه الفتحات بتاعتنا بالنسبه للحوائط علشان نشوف كميه الاضاءه اللي هتخش عندي عامله ازاي. البرفورمانس بتاع الجليز نفسه، في سنجل جليز، في دبل جليز، تريبل جليز، الطبقات بتاعت الجليز دي هي تاثيراتها على الناتشرال لايتنج هتبقى عامله ازاي، لان انا كتير جدا بحب ان انا احمي المبنى او احمي الفراغ الداخلي من الحراره اللي جايه لي، اروح عامل دبل جليز تريبل جليز واروح حاطط ماده فوم او ماده عازله او جيلاتينيه وات ايفر، فده له تاثير سلبي على الناتشرال لايتنج. الاوفر هيد لايتنج تايبس، طبعا احنا بنفهمها كويس قوي، يمكن كتير قوي من استخدامات الاسقف في المصانع بتبقى عاملين حسابات ليها كتير، لكن حتى في البيوت، حتى في المكاتب، في المكتبات العامه، حتى في المتاحف، حتى في المستشفيات، الاتريوم والباثيو والحاجات اللي هي ليها اضاءه داخليه، ازاي ان احنا نعلى فيها ونشوف هنبقى معالجاتها عامله ازاي. السكاي لايتنج اللي بيتحط في نهايه السقف من فوق وعلاقته بالفراغ اللي تحت منه والفراغات اللي تحت منه، يديله اضاءه طبيعيه عامله ازاي باشكالها المختلفه. من المخترعات الحديثه فكره التيوبلر داي لايت ديفايسز، وازاي انها بتوصل الناتشرال لايتنج الى مستويات، حتى مستويات تحت الارض، وشفنا وهنشوف من ضمن الكلام يعني لما نخش في الكورس ان شاء الله المباني اللي ظهر فيها ابداع المعماري انه يوصل دور الاضاءه النهاريه الى الادوار البدروم. السولار شيدنج ديفايسز، العناصر بتاعه الشيدنج دي هي عناصر مؤثره يعني عكسيه، يعني علاقه عكسيه مع الاضاءه الطبيعيه، لكن ازاي بنعملها بحيث انها ما تبقاش عكسيه قوي، لازم نبقى فاهمين كويس اللي هي البدائل وهي التطبيقات اللي ممكن تكون مفيدة في هذا الموضوع. الداي لايتنج اوبتمايزنج انتيريور ديزاين، التصميمات او الفراغات الداخلية بنهتم كتير جدا جدا علاقة الداي لايتنج بتاعت المبنى من لما تخش من داخل علاقته بالاستخدام بتاعك. فمثلا لما نيجي نقول والله انا هعمل مبنى مكتبة، تصميماتي في المكتبة بتختلف كتيرة جدا جدا عن تصميماتي في معمل، عن تصميماتي في قاعة محاضرة، عن تصميماتي في مستشفى، عن تصميماتي في ملعب، في استاد، وات ايفر. فلازم افهم كويس قوي ان الانتيريور ديزاين مؤثر كبير جدا في ازاي ان انا اعرف ايه هي الوظيفه اللي هتشتغل في الانتيريور ديزاين عشان اقدر اوجه فيها الدي لايتنج. الرينيوبل انرجي ديت بحرها واسع، ودي هي يعني بتزيد كل مدى، بيزيد اولا تقنيات، ثانيا وهو الاهم الاحتياج. الدول دلوقتي بقت خلاص كله بيتوجه ازاي يعمل مشاريع ضخمه للرينيوبل انرجي، وابتدوا يتفاخروا بان عملنا اكبر محطه طاقه شمسيه، اكبر محطه طاقه مش عارف ايه، وكهرومائيه. دلوقتي الصين قاعده تبدع في محطات الكهرومائيه. كل ده هو عناصر من العناصر الرئيسيه كبيره جدا للمناجم. فبانواعها بقى المختلفه الرينيوبل انرجي، من اول حاجه اسمها طاقه الحركه او كاينتيك بوتنشال اند بوتنشال انرجي، البايو فويل، الهيدرو الكتريك اللي هي السدود، الويف باور،
طاقة الأمواج، البايوماس اللي هي ممكن تكون أحد صورها درجة الحرارة تحت الأرض، سولار انرجي معروفة، الباور الويند باور اللي هي طاقة الرياح، الجيوثيرمال برضو ده هي صورة مختلفة عن البايوماس في أنظمة التسخين وأنظمة التدفئة العالية، التيدل باور طاقة الأمواج اللي هي الأسفل، الأمواج اللي هي السفلية أمواج تحت سطح البحر، ويند توربين ويند فيرمز، كل دي هي من الأشكال المختلفة. وكل شوية برضو زي ما قلنا في مستحدثات كتيرة جدا لتطبيقات الرينيوبل انرجي. الويست مانجمنت والتريبل ار هنتكلم فيها في الكورس، برضو هنحاول يعلى معايا مفهوم حاجه اسمها السيركلر ايكونومي، والبدايه الويست مانجمنت استراتيجي ازاي ان هي الاساس اللي بيبني عليها. انا عايز اعلى بقيمه الاستفاده من كل المخرجات، من كل الاوتبوت اللي هي بقت جاربج، اللي هي بقت ويست، ازاي ان انا ما اخليهاش عنصر ضار زي ما شفنا في اللقطات اللي فاتت، ازاي ان لما زودنا الاستهلاك بتاعنا بقينا عندنا مخلفات كتيره جدا، لحد وصولا الى مفهوم كلمه السيركلر ايكونومي. يعني ايه سيركلر ايكونومي؟ وعلاقه الدول في التعامل معاها عامله ازاي، وازاي ان كل ده بيبقى مؤثر جامد جدا على كتله المبنى، ثم المباني حوالين منه، ثم حتى المدن. البيلدينج اوتوميشن سيستم او بيطلق عليه برضه بي ام اس، كل ده يعني عناصره كتيره جدا جدا، اللي منها اللايت سيستم او لايتنج سيستم، السولار راديشن بروتكشن سيستم، سان بلايندز، الاير كونديشن سيستم، الهيتنج سيستم، السناتري فاسيلتيز، الليفت فاسيلتيز، التليكوميونيكيشن سيستم، السيفتي سيستم، وكم اكم من الحاجات الثانيه. ودخلت معانا الاي او تي اللي هو انترنت اوف ثينجز، انترنت الاشياء، ودخلت معانا التصورات التعزيزيه، الفيجنري انتليجنت او الذكاء التعزيزي بيسموه الفيجن انتليجنت، ده احدث حاجه بقى، اللي هي انت ممكن حتى كمان تستوعب الريحه السميلينج بتاعه العطر الفلاني وانت بعيد عنه مسافات. وابتدينا ناخد بالنا ان التكنولوجيا دلوقتي زادت فيها المفاهيم دي هي بطريقه اثرت كتيره جدا على الكمفورت زون بتاعه الفراغ الداخلي. واخر حاجه في العناصر بتاعه الجريد بيلدنج اللي هي بنتكلم عليها وبنعليها، لان زي ما قلنا انت 90% من وقتك قاعد جوه مبنى، فعلشان انت بتخرج من بيتك تروح لمكتبك او بتروح لجامعتك او بتروح للنادي او بتروح تراخي من مبنى لمبنى، فالعلاقه دي هي لازم ما يتفقدش فيها اللي انت كنت قاعد بتبنيه في المبنى اللي الاولاني، وبعدين هتفقده لو خرجت بره، يبقى انت هتبنيه في المبنى. فهنا يعلى معانا استخدامنا للترانسبورتيشن الجيد الصديق للبيئه، مش الترانسبورتيشن، وابتدت دلوقتي يتعمل لها انفراستراكشر. انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على العربيات اللي هي الكهربيه، العربيات اللي كمان بتشتغل بالطاقة الشمسية، ابتدينا نتكلم نشوف دلوقتي مركبات بتشتغل بالطاقة الشمسية، وأحد التجارب الناجحة للطلبة في هولندا إنهم عملوا مركبة بالكامل بتمشي بالطاقة الشمسية. إزاي إن إحنا نعلي بقى الوسائل الأخرى زي البايكنج والتمشية، وده الأساس البيز اللي بيبني عليه دلوقتي مفهوم حاجة اسمها الهيومانيزيشن أو إنسانة الأماكن، هيومانيزيشن بليسز، ازاي ان انا اعلى بالمناطق اللي يمشي فيها الناس، اللي يمشي فيها يركبوا فيها العجل، اقصاها يركبوا العجل، ازاي اعلى المواصلات اللي هي ما لهاش ساوند وليها مسارات محدده. نرجع تاني للترين اللي كان بيشتغل بالكهرباء او الترامواي اللي كان بيشتغل بالكهرباء، وفكره المونوريل دي من الافكار القويه جدا جدا اللي احنا بنعملها دلوقتي في القاهره الكبرى، ازاي ان هي من الحاجات المؤثره على البيئه. يبقى احنا كده يعني حاولنا نعرج سريعا على العناصر الرئيسيه بتاعت الكورس، لكن هنشوف هل الكورس دوت مهم. انا طبعا احنا محاضرتنا النهارده هي المقدمه للكورس، اللي هيحتاج ان هو يعني يسجل الكورس دوت ان شاء الله بعد المحاضره، ممكن عن طريق البين ارابيا ان احنا ننظم الموضوع ده ان شاء الله،
ونشوف الاعداد اللي هي تحب تخش منها. لكن احنا علشان نفهم كويس الكورس ده هو يبقى احنا عايزين نفهم يعني ايه سستينبل اركتكتشر بعناصره، واللي هي الكونسبت بتاع الجرين بيلدينج ده بيمشي ازاي، والتولز والاستراتيجيز علشان نفهمها وعلشان نحقق بيها الجرين بيلدينج. هل الكورس ده قاصر على المعماريين فقط؟ لا، مش قاصر على المعماريين فقط. اولا كل الديسيبلينز، كل الانجينيرز كلهم، الاركتكتس والانجينير والديفلوبرز المطورين العقاريين والبيلدينج اونرز الملاك والكلاينت ريبريزنتيف ممثلين المالك، الكونتراكتورز المقاولين، الكونسلتنتس الاستشاريين، انفيرمنتال الناس اللي هم بتوع البيئه او متخصصي البيئه، الهيلث اند سيفتي مانجرز الناس بتوع الهيلث اند سيفتي، والسستينبل مانجر السستينابيلتي مانجر والفاسيلتي مانجر الناس بتوع الصيانات والقطع الغيار والفاسيلتيز نفس العام. اذا القماشه كبيره، يعني الفايده شامله كل ما هو له علاقه من قريب او بعيد بالمنشاه. وده الجدول اللي باذن الله هنشتغل عليه في الكورس باذن الله. الكورس هيبقى عدد ساعات 21 ساعة، هيقسم على يعني في اليوم هيبقى هنتفق بقى ساعتها هتعملوها 3 ساعات في اليوم ولا هنعملها ازاي. فده ممكن تبقى 7 ايام في 3 ساعات، وممكن تكون ساعتين في 10 ايام. يعني الموضوع فليكسبل في ايدينا ان احنا نقدر نخليها بالطريقة اللي تريح الجروب اللي عايز يشتغل عليه. ده باختصار شديد للكورسات او المحاضره دهيت. ارجو ان احنا نكون استوعبنا وفهمنا العناصر الرئيسيه اللي هنشتغل عليها سواء كان في الكورس او في حياتنا حتى بعد كده. اللي حابب ان هو يتعمق ويتوسع ان شاء الله هبعت لكم رابط جوجل درايف باذن الله في مجموعه من الكتب كطلب الاخوه الحضرات اللي كانوا بيسالوني امبارح. ان شاء الله هتلاقوه برضو على الصفحه بتاعت بيم ارابيا، وان شاء الله هيبعت لكم برضو المحاضره يعني PDF باذن الله اللي احنا اتكلمنا فيها. وشكرا للجميع، واي اسئله. جزاكم الله كل خير يا دكتور، ونستنى حضرتك في نستقبل الاسئله ان شاء الله. لو في حد عنده اي سؤال هو في سؤال في الأول خالص، مهندس وليد بركات بيسأل حضرتك الواجهات الزجاجية في البيئات الحارة نفاذيات الحرارة عالية وبتركز الحرارة نتيجة تبادل انعكاس الحرارة بين الواجهات المقابلة، فإيه رأي حضرتك كدكتور في التشرف في بلادنا بدل من الشيش الخشب القديم؟ طبعا بشكر باشمهندس وليد على هذا السؤال، لأنه ده يعني دكتور معلش الصوت الصوت كده واضح؟ تمام يا دكتور. اعيد تاني، انا بشكر المهندس وليد على السؤال لان ده صلب رئيسي او حاجه رئيسيه في ابحاث كتيره جدا اتعملت في المناطق الحاره اللي بيها اتعمل فيها الاكواد بتاعت المباني الخضراء والاكواد بتاعت المعالجات الحراريه. لكن الازاز بصفه عامه اصبح له أذنكم. الإزاز بقت له معالجات كتيرة دلوقتي، وزي ما اتكلمنا من شوية قلنا إن في حاجة اسمها السنجل جليز والدبل جليز والتريبل جليز. هذه المعالجات بقت من التقنيات إنها تقدر تقلل من الثيرمال امباكت اللي هي او الثيرمال لود اللي بيخش لي من الاشعاعات الشمسيه على الفراغات الداخليه، وبقت ليها معالجات كتير طبعا مكلفه جدا. وبالتالي هل هي ينفع ان احنا نعملها في كل منشاتنا؟ هل عندنا القدره في كل منشاه ان هو يستخدموا التقنيات العاليه ليها ولا لا؟ الميزه الرئيسيه في المسطحات الزجاجيه فقط اللي هي بتدخل الناتشرال لايتنج. طيب الناتشرال لايتنج ده برضه له حدود،
احنا حتى كمان في مرحله الناتشرال لايتنج في المسطحات الغاز الكبيره بنشوفها في الفنادق في المناطق الحاره، انه حاطين اللي هو ايه اللي هي البلاك اوت او الستاير الكيرتنز اللي بتبقى على في الفراغ الداخلي. ليه؟ علشان نقلل من الناتشرال لايتنج لما نكون عايزين ننام، لما نكون عايزين نقلل من ضوء الشمس اللي داخل على الفراغ. اذا مش كل الاوقات ينفع ان انا استخدم المسطحات الزجاجيه الكبيره، وخاصه في الهاي رايز بيلدينج والفساد الكيرتنز الكبير اللي هي مسطحات الازاز الكبيره. في معالجات، في معالجات التكلفه عاليه، بتزيد التكلفه. هل هي تصلح للمناطق الحاره؟ طبعا الاجابه واضحه ان احنا بنحاول نقلل كتير جدا، وخاصه ان حتى كمان في بعض المعالجات للزجاج ان بتبقى الريفليكشن بتاعها عالي. فتخيل انت بتعمل ايه، انت مش بتضر نفسك، انت بتضر الغير كمان. يعني جارك اللي قصادك انت بتلاقي بيجي له الريفليكشن بتاع اشعه الشمس من انعكاس الميرورز بتاع المسطحات الزجاجيه اللي عندك عليه، فانت بتصدر له الاشعاعات الشمسيه على الواجهات بتاعه. فتخيل انت كمان بتضر الاخرين. فاحنا من كلنا او يعني عندنا مفهوم كلمه اللي هو ايه، لا ضرر ولا ضرار. طب اذا كنت انت راضي بالضرر اللي جاي لك، ليه بتضر الاخرين؟ يعني بقدر الامكان انا مش مع فكره ان احنا نعلي من المسطحات الزجاجيه في المنطقه الحاره. اتفضل. الو، ايوه يا دكتور، في سؤال المهندس زكريا بيسأل عن الكورس مؤهل لدخول اختبارات المجلس الامريكي الليد، وهل من الممكن تسجيل معلش لنا عفوا، بعض؟ معلش عفوا، تاني الكورس هو بيسأل الكورس تاني. مؤهل لدخول اختبارات الليد، وهل من الممكن تزودنا ببعض لا لا المعلومات؟ لا، هو طبعا الكورس فيه جزء عن هنتكلم عن الليد، يعني جزء من الكورس هنتكلم عن الليد. يعني يمكن السلايد هيبان لما هبعته لكم ان في هنتكلم في احد المحاضرات عن الليد كويس، لكن ليس مؤهل لاختبارات الليد. الجرين بيلدينج لا تؤهل اختبارات الليد. اللي بيؤهل اختبارات الليد كورس ليد، خلاص. فنفرق كبير جدا جدا ما بين جرين بيلدينج ككورس له علاقه بعناصر مختلفه كتير عن الليد بعناصر. عناصر الليد 9 عناصر، ما فهمش مثلا موضوع الباسيف ديزاين، لكن في انوفيشن في حاجات تانية. اوكي، فيعني لازم يفرق معايا، لكن انا هتكلم في الكورس طبعا عن جديد وايه عناصره وايه مش تمام. اتفضل يا فندم. باشمهندس محمد جابر، اتفضل. شكرا جدا يا دكتور على المحاضرة، اهلا جزاك وسهلا. الله. أنا محمد جابر، عندي باك جراوند على الميكانيكال انجينيرنج انرجي سيستم، بس كنت عايز نعرف حضرتك تطرقت للجرين بيلدينج اليمنتس، تمام؟ وذكرت واحدة منهم اللي هي اندور انفايرمنت كواليتي. هل اندور اير كواليتي داخله فيهم ولا مش داخله؟ كل في الاخر هنرجع للايه، للكمفورت زون كويس. فالاير تمام. كواليتي مهم جدا، الاير كواليتي ان يكون معايا. الو، ايوه، في حد بيتكلم معانا ولا طيب. لا ما حضرتك دلوقتي. الاير كواليتي احد العناصر الرئيسيه اللي احنا لازم نهتم بيها كتير جدا جدا كعنصر من عناصر الاي اي كيو كويس. انا بقى بقدر اعمل معاه تريتمنت، اقدر اعمل له معالجه، اقدر اعمل له انهانسمنت. ده هو ده الاساس اللي انا بشتغل عليه في الاي اي كيو، تمام. هل هو له علاقه بالانرجي ولا انت بتتكلم ان جنرال؟ لا ان ان جنرال حضرتك ما تطرقتش ليه، تمام. احنا قلنا الاي اي كيو، قلنا ان عناصرها هنتكلم ساعتها في الكورس فيها ان هي ايه، هي العناصر المؤثره اللي فيها، تمام. تمام. اللي منها الفنتيليشن اللي هي الاير خلاص معايا، ما حضرتك الفنتيليشن، التهويه، اتكلمنا عن الافشنسي بتاعت الحراره، الافشنسي بتاع يعني حاجات كتيره جدا في الاي كيو بنهتم بيها، اللي منها كمان الساوند، منها الاودرز والكلام ده. تمام، اتفضل. شكرا. اهلا وسهلا. دكتور أحمد نفادي، اتفضل يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم وسهلا السلام. دكتور. شكرا لحضرتك دكتور كثيرا على المحاضرة الجيدة والجميلة دي. الله يكرمك. كان ليا سؤال على موضوع تعلم برامج المحاكاة،
وتأثيرها على نشر مفهوم جرين بيلدينج. جميل. برامج المحاكاة، تفضل كمل. تمام شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا. برامج المحاكاة بقت من العناصر الأساسية كبيرة جدا وخاصة احنا ابتدينا نخش مع مكاتب كبيرة جدا بتشتغل مع الريفت وبتشتغل مع بي اي ام. اوكي، فالابلكيشنز اللي تشتغل بكفاءة عالية جدا في التصميمات وبتسهل لي عملية التصميمات عشان انا بدل ما اقعد احسب فراغ وإليمنت وماتيريال برامج المحاكاة بقت تسهل لي حاجات كتيرة جدا وبقت ليها بدائل كتيرة جدا في ان انا اقدر اعمل اختيارات كتيرة. يعني احنا بنشوف برامج المحاكاة اوقات ان توصلني ان كمان اختار ازاي اعمل معالجة للوجه. تمام، فلا مهم كبيرة جدا ان احنا كعناصر تدريس ان احنا نشرح للطلبة برامج المحاكاة ولو فكرة مبسطة لحد لما يتخرجوا هم أو يتخصصوا فيها. في دلوقتي ناس متخصصة في هذا الموضوع، وعلى فكرة السالري بتاعهم عالي. يعني حاجة اللي انت لما تيجي تقولها للطلبة البنفت ان انت لما تاخد الكورس بتاع البرامج المحاكاة دوت انت هيبقى السالري بتاعك أعلى بكتير جدا من المهندس العادي واخد بال جنابك. فانت مهم قوي ان احنا لازم ندي البيز بتاعها للطلبة، لازم دي تبقى توجه للقسم في العمارة إذا كان ما فيش فيه جوه قسم العمارة برانش أو قسم تحت منه عمارة بيئية متخصص يبتدي يفهم الطلبة إيه هي العناصر اللي يشتغلوا عليها في الكورس بتاعهم. لازم يتحط ده في الكريكولم، لازم يتحط ده في البلان بتاعت السنوات الجاية إن شاء الله. التطور في الموضوع ده بقى بسرعة. والجميل والميزة انه في برامج كتير جدا فور فري تعملها داونلود من على النت فور فري، فيعني ما نبقاش احنا متأخرين في ركب التقاط في هذا الوقت. شكرا لحضرتك دكتور. في سؤال ممكن لدكتور، هل المباني الخضراء تمثل أمن وسلامة 100% للمباني بجميع أنواعها خرسانية أو معدنية؟ وكيف أحقق هو السؤال بيسأل المباني الخضراء. باشمهندس عمر. أيوة دكتور. باشمهندس عمر. أيوة دكتور. ألو أيوة تفضل. قول تاني، معلش السؤال التاني ما سمعتوش. هو المهندس قاسم بيسأل المباني الخضراء بتمثل أمن وسلامة 100% للمباني بجميع أنواعها خرسانية ومعدنية، وكيف حق السلامة في وجود الغطاء الأخضر وخاصة بالبلاد النامية؟ هو مفهوم كلمة الأمن إيه؟ يعني الأمن الصناعي ولا الأمن إيه؟ ولا الأمن المعيشي ولا الأمن إيه؟ يعني المباني الخضراء علاقتها كبيره جدا بالاستدامه، علاقتها كبيره جدا بالكمفورت زون للانسان، علاقتها كبيره جدا انما لما تيجي تقول لي سكيورتي امن، هل سكيورتي بتتكلم على سكيورتي الحفاظ الامني؟ طيب ما احنا عندنا احد السيستمز اللي ممكن تشتغل في بي اي اس او بي ام اس سكيورتي كنترولنج او عامل كنترولنج على السكيورتي بصفه عامه. هل انت قصدك كده؟ هو المباني الخضراء جزء من الاوتوميشن سيستمز، فانت هل يعني الموضوع ما ينفعش يتقال كده سريعا. واحنا مش بنتكلم علشان بس الموضوع يبقى اوسع شويه، احنا مش بنتكلم على مبنى اسم شرطه ولا مبنى بس او مبنى سجن او مبنى امني تبع وحده عسكريه، ولا احنا بنتكلم ما هو ابعد من كده بكتير. احنا بنتكلم على مبنى ريزيدنشال عادي، خلاص فيلا بنقدر نحط فيها السكيورتي اللي احنا عايزينه. ده كله من عناصر جرين بيلدينج. يعني هل انت متخيل ان حضرتك لما تيجي تحط لي سنسورز على السور ده مش بيحمي الداخل، مش بيحمي الحياه الموجوده في داخل المبنى؟ ما هو ده احد السيستمز اللي موجوده على انظمه البي ام اس او بي اس. لا بيعلى فيها الامن. اذا كنت بتتكلم بقى على نوعيه الامن الصناعي زي اللي هي مكافحه الحريق والكلام ده كله، حتى مكافحه الحريق دي احد الانظمه اللي هي بتتعامل مع البي ام اس. فعلى كل الاحوال احنا بنحاول ان احنا نعلي قيمه يعني ايه حمايه المستخدم، زياده الكمفورت زون له. تمام، اتفضل. باشمهندس حسين القاضي استاذنا، اتفضل يا باشمهندس.
السلام عليكم يا دكتور. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله. والله بحضرتك والله، ويعني بعلمك الغزير ما شاء الله يعني، ربنا يبارك فيك. هو سؤال يمكن مش عايز اقوله بره الموضوع، بس انا برضه انا بتساءل النويز واللايتنج بوليوشن، النويز واللايتنج يعني هل ده انكوربوريتد في جرين بيلدينج نورز ولا مش موجود، ولا يعني اللي هو ايه البوليوشن ايه يا فندم؟ فيها جرين بيلدينج لكن الانفايرمنت بتاعه في نويز حواليه، في اللي هو اللايتنج بوليوشن الاضاءات اللي هي بتبوظ الدنيا الكلام ده كله او اخره، هل ده انكوربوريتد يعني ده احد انواع البوليوشن اللي هو موجود في 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 الانفايرمنت يعني، هل دول موجودين من ضمن الجرين نورمز او الجرين ايتمز يعني، ولا بعيد شويه؟ شكرا جدا باشمهندس حسين على السؤال الجميل ده. هو طبعا احنا وسعنا كلمه بيكون بوليوشن بصفه عامه لما قلنا ان هل هو هياثر على الكمفورت زون بتاع المستخدم ولا لا. اوكي، فمن ضمن العناصر اذا كان في في بعض الاوقات اللايتنج بيبقى له فايبريشن، بيبقى له نويزي عالي، هيك بتقلل طبعا الكلام ده. مش بس اللايتنج، كل الماشينز اللي بتبقى موجوده في كل الابيلينس اللي موجوده في المبنى، كل السيستمز بتاعت الكونديشننج موجوده في المبنى. ما هو من ضمن الحاجات الرئيسيه في عناصر الكمفورت زون اللي هو النويز، السمع بل هيك السمع، الشم، الرؤية، الجلد، سكين، حتى التستينج، ما كل ده عناصر رئيسية بتاعت مكونة للحواس الخمسة للإنسان. فإزاي إنك تعلق الكمفورت زون بتاعك في الاستخدامات بتاعتك؟ في طبعا أساسية. وخلينا نقول بقى إن أحد الحاجات الرئيسية اللي إحنا لازم نفهمها ونستوعبها كويس، ودي برضو هتظهر معنا في الكورس. قبل ما نتكلم على العناصر بتاعت الإنرجي بصفة عامة بأنواعها، سواء كان تراديشنال او الفوز الفويل اللي هو الوقود الاحفوري والرينيوبل انرجي، لازم يبقى عندنا يعلى معانا قيمه كبيره جدا اسمها انرجي سيفنج. خلاص، الانرجي سيفنج دي مهمه كتيره جدا جدا اللي بيها انا كمصمم. لو نتكلم مثلا على موضوع اللايتنج زي ما تفضلت وقلت، هل اللايتنج اللي بيطلع او النويز اللي بيطلع من لمبه فلوريسنت، هل ده مقبول لما نيجي نعملها لمبه ليد؟ هل ده مقبول اساسا اللمبه الليد؟ هل ممكن يكون فيها نويز؟ هل المكونات بتاعتها بيبقى فيها نويز؟ انا مش بتكلم على اللمبه العاديه، انا بتكلم على اللمبات الهالوجين الكبيره والحاجات الضخمه الكبيره دي. هل ده مقبول؟ طيب ايه المعالجه بتاعتها، وايه اللي يخليني الجا لها؟ وإذا عرفت إن الليد دلوقتي بقى فيه تقنيات عالية جدا جدا بتزيد أكتر وقت، كل مرة التقنيات بتاعت الليد بتزيد أكتر وقت عشان تزود عدد الساعات وتقلل من استهلاك الكهرباء. فالإنرجي سيفنج ده حاجة من الحاجات الرئيسية اللي إحنا لازم ناخد بالنا منها قبل ما نتكلم على الإنرجي سواء كانت الرينيوبل أو غيرها. طبعا مهم جدا إن إحنا ناخد بالنا من النويز بتاع أي حاجة، أي حاجة، أي ماشين معدية كده. اتفضل. شكرا يا دكتور. بس انا كان برضو انا كنت بصر لللايتنج افكت، اللايتنج بوليوشن، لان ده موضوع يمكن ده اخر موضوع يعني تم الكلام فيه انترناشونالي، وبدا يظهر فيه عليه دراسات، وبدا فيه يظهر عليه حاجات كتير يعني وكده. انا كنت اعرف بس يعني مدى التطور اللي وصل فيه، لان البوليوشن بتاعه بيبقى على مستوى اقوى، عربيات بتجري بالليل، اضاءه مش مظبوطه، الحاجات دي كلها على اخرها. هل ده دخل جوه النورمز ولا لسه اندر ستادي ولا ايه يعني ده معلش اعتبره سؤال شخصي يعني. هو خد بال حضرتك، احنا بس عايزين نفرق ما بين الاندور والاوت دور. ايوه طبعا الاندور طبعاً. الاندور اللايتنج بنحاول ان هو لما نيجي نصمم، مش هنتكلم على مبنى بقى سكني، لا احنا بنيجي نصمم مثلا مكتبه، اوكي، بنيجي نصمم فصل تعليمي، تمام. اللايتنج اللي احنا بنستخدمه لا يمت باي صله باي حال من الاحوال لما تيجي تعمل لايتنج لمصنع، لما تيجي تعمل لايتنج في غرفه نوم، واخد بال حضرتك؟ كل فراغ، كل استخدام لفراغ له ادات وله عناصر مختلفه عن الفراغ الثاني في التصميم بتاعه، خاصه مساله اللايتنج الثاني. خلاص، طيب هل اللايتنج الاوت دور بقى له تاثير على الاندور؟ يعني ايه تاثير على الاندور؟ هل له تاثير على الكمفورت زون بتاعت الاندور؟
لو هو له تأثير لا طبعا لازم امنعه. يعني العربيات اللي هي بتمشي جنب المباني، تمام، العربيات دي هي الاضاءات بتاعتها بتبقى عاليه واطيه، ماشي، هو ماشي في طريقه، هو همه في الطريق اللي قصاده، مش همه في الجار البيت اللي جنب منه، هو مش همه في دي. طب انا اعالج الموضوع ده ازاي؟ في معالجات كتيره جدا، الناس بتوع الاربن بقى، الناس بتوع التخطيط بقى بيهدوها لنا، اللي بيها احد المعالجات المستحدثه دلوقتي اللي زي ما قلنا اتكلمنا عليها تاني، اللي هي انسانه الايه؟ انسانه الامكنه، خلاص، الهيومنايزيشن بليسز، اللي بيها ان انا امنع مناطق دخول العربيات فيها ده اساسا، او ان احد حركه العربيات ما تبقاش لازقه في المباني، ده احد العناصر، او ان احط عناصر ماصه للنويزي، في عناصر كتير بتحط ماصه للنويز، يعني كانها فلتره للاصوات قبل ما توصل للمبنى. ففي معالجات كتيره، وكل حاجه ليها يعني تطبيقات كتيره جدا، لكن الاشكاليه كلها اشكاليه في صاحب قرار، مين يقدر يعمل حاجه زي كده؟ مين يقدر يحول هذا الشارع من شارع بتمشي فيه سيارات الى شارع مشاه؟ مين يقدر يعمل كده؟ مين صاحب القرار في كده؟ واخد بال حضرتك؟ علشان نقلل النويز اللي انت حضرتك حسبته بالديسيبل في الشارع دوت وتاثيره على المبنى. طب انا لو انا بقى صاحب مبنى، هل انا عندي القدره الماليه ان انا اعمل دبل فساد؟ ما دي معالجه للمبنى نفسه، ان انا اخلي المبنى بدل ما هو حيطه يبقى دبل، بنسميه كافيتي وول، واحط بقى كمان سيرما، احط الواح يعني جبسيه علشان امص الصوت. هل انا عندي القدره على كده؟ لا، الموضوع ما هوش يعني مش انديفيدوال، مش حاجه انديفيدوال، ده قرار بيتاخد على اساس يتعالج بيه حاجه اوريدي قائمه. فهل انا عندي القدره على كده؟ ولا من الاول خالص اعمل حسابي، طب ما يمكن اختياري للمكان غلط، ما ده بقى ده دي المحددات بتاعت الايه؟ الكورس اللي زي كده، او كورس بتاع الليد حتى كده. يعني حتى الليد لما يجي يتكلم عن الريجون اريا بيتكلم عليها من منطق ان انت ازاي تحط مبنى بتاعك ما يبقاش قريب من نويز عاليه. ولما يبقى في نويز عاليه، النويز دوت ازاي تعمل بروتكشن للمبنى منه؟ يعني هل مقبول ان احنا نعمل مبنى سكن جنب مطار، جنب مصنع، ونيجي نقرص النويز عالي، او جنب هاي واي؟ ما انت الاختيار ما كانش صح من الاول. واضحه الصوره يا باشمهندس حسين؟ جزيلا يا دكتور، الف الف شكر، كتر الف خير، ربنا يزيدك علما يا رب كده، وينفعنا كلنا بيك يا رب ان شاء الله. شكرا يا حبيبي، كتر الف خير. في مهندس بلال بيسأل على برنامج الاي اس، ايه راح حضرتك فيه؟ انا يمكن ما اتعاملش معاه كتير، لكن اذا كان هو بيخدم المفاهيم بتاعت الجرين بيلدينج، او هو بيخدم مفاهيم السستينابيلتي، فاي برنامج ايا كان السوفت وير ايا كان، هو في الاخر برنامج مكمل لما بداه الاخرين، فليس يعني ما احنا خلاص ما بقناش بنتكلم على اختراع الذره، مش حاجه اختراع الذره دلوقتي. اتفضل. ان شاء الله. اخر سؤال، في سؤال المهندس محمد، هل اقدر احقق الراحه الحراريه والتقليل من الانبعاثات الضاره الصادره من مبنى لا غنى فيه عن الفراغات الخاصه بالغلايات والاجهزه والمعدات الميكانيكيه الخاصه بالتشغيل وتوليد الطاقه المبنى مثل مستشفى مثلا؟ تمام، المبنى قائم، افهم السؤال كده، ان المبنى قائم. تمام، المبنى قائم طبعا، غير المبنى لسه في التصميم. المبنى القائم التكلفة بتاعت المعالجات بتاعته بتبقى أعلى بكتير جدا من تكلفة المبنى العادي، تمام؟ فأنا أفهم كويس قوي إن لما يعلى معايا الاستفادة في معالجات المبنى القائم، هي التكلفة هتزيد معايا. عندي مبنى فيه غلايات بيتعمل له معالجات كتيرة جدا. أبسط الحاجة إنك بتغير الغلاية ديت، لو كانت هي النويز بتاعها، لأن في دلوقتي بيتحط يعني ليبل في دوت على المكن علشان يقول لك الديسيبل بتاع المكن دوت صوته عامل ايه، ده ابسط، لكن مكلف. مكلف، انت بتغير مكن لمكن، تمام. الحاجه الثانيه، المعالجه الثانيه، ان الفراغ نفسه تعالجه، لو بيتحط في المكن ده هو هتعالجه ازاي؟ هتعمل له ايه؟ ايه المواد اللي انت هتستخدمها؟ سواء كان في الفلورنج او في الوولز او في السيلينج، ايه هي المعالجات اللي انت هتحطها؟ وهل هي مكلفه ولا مش مكلفه؟ لا مكلفه، لا مكلفه. انت مش هتقدر تحط في التصميم بتاعك انك تنقل او تحطه بعيد المكان دوت عن
عن الريزيدنشال بتاع المبنى او عن الاستخدامات الاخرى للمبنى، فانت بقى دور على علاجات ده خلاص ده اكزيست. تمام، هل عندك القدره انك تنقل بقى المكان من مكان ودوت لمكان تاني؟ احد الحلول. هل عندك القدره ان انت تزود العزل حوالين المكنه؟ احد الحلول كتير، بس القدره على المناوره بيها وقدره على انك تاخد بيها قرار ده موضوع مش سهل يعني. اتفضل مهندس مصطفى. اتفضل. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا دكتور بس على السبيس ساينتكس وعلاقته بالعماره الخضراء. ايه؟ السبيس ساينتكس. سبيس ساينتكس. وامكانيه الاستفاده منه في الجرين اركتكتشر. هو بس يمكن المفهوم يمكن ما تطرقش ليه قبل كده. سبيس ساينتكس. ساينتكس ولا ساينس؟ ساينتكس. اللي هو التحليل الفراغي، اللي هو في برنامج اسمه ديبس ماب. بس هو شغل بلاننج اكتر يعني. زي ما قلنا تاني، احنا بنحاول قدر الامكان ان مفهوم كلمه المبنى الاخضر ما يبقاش كتله المبنى لوحدها. كويس. كتله المبنى هو عنصر من عناصر كتله الفراغ الخارجي. اخبر حضرتك، فانا لما اجي اعمل معالجه لكتله المبنى انا بعمل معالجه ليه؟ الفراغ الخارجي كله بالكامل. اوكي؟ فانا لما اجي اقول والله المبنى جنب المبنى هعمل فيه علاقه عامله ازاي؟ المبنى جنب طريق هعمل معالجه عامله ازاي؟ المبنى جنب نهر او جنب وات ايفر هعمل معالجه عامله ازاي؟ فكل المعالجات دي هي بتكمل في الاخر منظومه البلاننج اللي انا بشتغلها. تمام؟ زمان كانوا في المناطق الحاره بيحاولوا يقللوا، وده نموذج على فكره موجود حتى كمان في المستحدث اللي هو مدينه استدامه اللي في دبي او مدينه مصدر اللي موجوده في ابو ظبي. تمام، لما عملوا المباني بتاعتهم ما خلوهاش المسافات واسعه زي اللي احنا اتعلمناه في كل البلاننج اللي بيحصل دلوقتي في تخطيط الكومباوندات والحاجات دي. لا، مساله بالنسبه لهم لا، انا عايز احقق اعلى قدر ممكن من الكمفورت زون للمستخدم الداخلي وللي ماشي في الشوارع. فيعمل ايه؟ يرجع تاني بقى الاصول بتاعتنا اللي اتبنت عليها القرى والمدن الاسلاميه بتاعت زمان، اللي هي ايه؟ الحواري والشوارع الضيقه. تمام، علشان يعلى الشيدنج اللي عندي في الشوارع، وبالتالي تعلى الشيدنج اللي هنخش جوه المبنى. وكمان لو هي الشمس كمان مركزه في توقيت، انا هعمل الايه؟ المظلات زي الخياميه عندنا في الغوريه. مش كده؟ فالافكار كلها بترجع تاني زمان، بترجع تاني. فانا اقدر اعمل الكلام دهوت على مستوى بلاننج بتاعي، اقدر اعمل الكلام دهوت بابلكيشن بقى، سوفت وير، وات ايفر. هو المفهوم لازم يكون واضح معايا بالشكل ده. تمام؟ رجعنا تاني نتكلم على انسنه الاماكن. رجعنا ان احنا نشوف الانسان، ان الشوارع بدل ما يملاها العربيات يملاها البشر. ويتمشوا البشر ويبقى في بايكنج فيها والكلام ده كله. فهل ده يعني يوصل بان احنا نعرف نحط التطبيقات دي في تصميماتنا للبلاننج؟ طبعا طبعا. اتفضل. اوكي، شكرا يا دكتور. اهلا وسهلا. شكرا يا دكتور، احنا طولنا حضرتك، بس هو ان شاء الله اخر سؤال. مهندس حسام، ايه هي برامج المحاكاه للعماره الخضراء؟ وايه النصائح حضرتك الواحد عايز يتخصص في العماره الخضراء؟ طيب، هبتدي من السؤال الاخير. النصيحه الاولانيه انك تقرا كتير وتستوعب كتير كل ما هو تقني جديد في موضوع الجرين بيلدنجز. دي مهمه جدا جدا. تقرا كتير ده يدلك ان انت او يرجعك انك تشوف ايه هي الوسائل اللي تزود المعرفه عنك. يعني النهارده لما بنتكلم على حاجه زي كده، كم واحد من الحاضرين، انا شايف البارتيسيبنت دلوقتي وصلوا 41 وكانوا في شريك، هل من الحاضرين دول كلهم ما حدش سمع خالص عن جرين بيلدينج؟ يبقى دي فايده كبيره ان في حد سمعهم، في ناس جديده سمعت. اوكي، طيب حضرتك ما عندكش خالص خلفيه وابتديت تاخد عندك خلفيه، لا انت عايز تزود المعرفه بتاعتك، سواء كان بكورسات، سواء كان بكتب، سواء كان بمعرفه، سواء كان بمعلومه هنا ومعلومه هناك.
انت كده هو بتبتدي تحط نفسك على الطريق، على التراك اللي انت تشتغل عليه. تمام؟ عايز تعلى بقى وتاخد شهاده سيرتيفيكت معتمده دوليا ولا حاجه ليك بشخصك؟ احنا ان شاء الله مع مجموعه البيم ان شاء الله هنعمل شهادات حضور خلاص، وشهادات حصول على كورس جرين. لكن هل ده تاخده وتروح تقول يا جماعه انا هشتغل لكم مبنى ياخد موافقه ليد او موافقه بريم؟ لا طبعا، لان كل حاجه من دول ليها العناصر بتاعتها اللي انت لازم تكون اذا كنت عايز تشتغل عليها تشتغل عليها بذاتها بمكوناتها مش باي مكونات اخرى. فلازم يبقى مستوعبين الكلام ده كويس. العناصر بتاعت كل الستاندرز دهيت كلها عناصر بتسمع لبعض قريبه من بعض، بيحتويها مفهوم كلمه الاستدامه، بيحتوي مفهوم السستينابيلتي، بيحتوي مفهوم كلمه الجرينز، بيحتوي مفهوم كلمه الايكو فريندلي سيستمز، كل ده بيحتويه. فانت بقى عايز تمشي على مسار الجرينز بانواع مختلفه، اعتقد ان الكورس دوت هيتكلم على حاجات كتيره جدا جدا، يعني شامله واسع في يعني في شموليتها عن الكورسات اللي هي التانيه. لكن انت مش هتاخد بيها شهاده زي الليد او زي البريم او زي كاسبي او كده دوت عشان تقول والله انا متخصص في مباني كاسبي او مباني ستار استرالي او مباني ليد. خلاص، ما يخص موضوع السوفت وير وكده هوت، في اسامي برامج كتير سوفت وير، وبرضه يعني هبعت لكم رابط لبعض السوفت ويرز بحيث ان انت ممكن في حاجات تنزل فور فري ممكن تستخدمها، وفي طبعا في حاجات بتشترى. يعني السوفت وير من وقت للتاني بيحصل فيه تطور كتير قوي كبير قوي، والموضوع يعني متوسع. انت هتستخدمه لوحده ولا هتحطه جوه ابلكيشن بتاعت الريفت ولا ابلكيشن يعني ولا هتستخدمه مع البي اي ام؟ يعني موضوع متنوع، التنوع بتاعه كويس وحلو وعالي وسهل ان انت لو انت مصر انك تشتغل في هذا المجال يبقى انت لازم تاخد حساباتك انك تشتغل على احد هذه الكورسات ما يخص مجالك، لان ما يخص مجال المعماري غير ما يخص مجال الميكانيكا او الكهرباء او كده. اتفضل. بس عمر جزاكم الله كل خير دكتور على المحاضرة الشيقة ديت، وألف شكر حضرتك، جزاكم الله كل خير. أهلا وسهلا بكم، شكرا جدا لكم، إلى اللقاء والمحاضرة الثانية. شكرا جدا.